تفسير سورة الأعراف، وهي من طوال السور، وعدد آياتها أين حيدر؟ عدد آياتها صحيح، عدد آياتها 100 آية وست آيات، وتسمى بسورة الأعراف، فما هو الدليل على تسميتها بهذه السورة؟ حدث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب وقرأ بسورة الأعراف في الركعتين، قالت وقرأ بسورة الأعراف فسمتها، والتسمية كانت معلومة. هل لها اسم غير هذا الاسم؟ منهم من سماها بألف لام ميم صاد بالحروف المقطعة، سماها بالحروف المقطعة. ووجه التسمية أن رب العالمين ذكر الأعراف فيها، أصحاب الأعراف، قال وعلى الأعراف رجال، فذكر الله أصحاب الأعراف. وهل ذكر الله أصحاب الأعراف في غير هذه السورة، أم ذكر ذلك في هذه السورة فحسب؟ نعم، ذكرت في هذه السورة فقط، لكن بالنسبة للسور فقد ذكره الله في الحديد، قال الله وضرب بينهم بسور ظاهره فيه الرحمة، نعم، فضرب بينهم بسور له باب، نعم، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فذكر السور، ذكر السور في سورة الحديد، أما الأعراف فلم تذكر إلا في هذه السورة المباركة. هل ورد شيء في فضلها؟ هل ورد شيء في فضلها؟ سر القرطبي، لم يرد، يعني أو لم يصح شيء في فضل هذه السورة المباركة من حيث الخصوص، أما العموم الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، ولم يرد فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ بها في صلاة المغرب في الركعتين، يعني في كلا الركعتين. وهذه السورة من السور المكية، وهناك خلاف في بعض الآيات، هناك خلاف في بعض الآيات. قال القرطبي وهي مكية إلا 8 آيات، وهي قوله تعالى واسألهم عن القرية، إلى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وروى الإمام النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف.
فرقها في ركعتين صححه أبو محمد عبد الحق أي الإشبيلي، وصححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي عليهما رحمة الله. النبي قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، يعني قرأ جزءا في الركعة الأولى وجزءا في الركعة الثانية، فصلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ابن كثير: قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف، قال بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه، وهذه الحروف المقطعة من إعجاز القرآن. أما التكلف بأن ألف لام ميم صاد مأخوذة من اسم الله المصور، هذا تكلف إذ لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو لم يصح شيء عنه. من أحسن من تكلم على الحروف المقطعة؟ وقال ذلك جمع من أهل العلم، نعم، الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في أوائل نعم الكلام على سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهو أحسن من تكلم على ذلك رحمه الله. قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس، ألف لام ميم صاد، أنا الله أفصل، يعني يفصل بين العباد. وكذا قال سعيد بن جبير: أولا هل صح الأثر هذا عن ابن عباس؟ لا. لماذا؟ لأنه من طريق سفيان ابن وكيع، وسفيان ابن وكيع ضعيف. ما سبب ضعفه؟ ما سبب ضعفه؟ نعم، وراق السوء، فهذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا في سنده الشريك، وشريك ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ، وفيه عطاء ابن السائب صدوق مختلط، فهذا لا يثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: قوله كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك من ربك. طيب، كتاب خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا كتاب أنزل إليك،
هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة والسدي شك من، وقيل لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به. والكتاب نزل به جبريل، وهل جبريل نظر في اللوح المحفوظ أم سمعه من رب العالمين؟ سمعه من رب العالمين. أهل البدع لهم تأويلات، فجبريل الأمين سمع القرآن من رب العالمين وبلغه إلى النبي ولم ينظر، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. ما هو الدليل على أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ؟ من يقول؟ في لوح وإنه لقرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب أيضا الآية بس، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالقرآن مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، وليس معنى أن جبريل يأتي ينظر، لا، وإنما يسمع جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى ويبلغه إلى نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين، وذكرى للمؤمنين. وأولو العزم القوة، وهم خمسة عليهم الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يعني إليك النبي وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. نعم، وعيسى بن مريم. قال رحمه الله: اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم، وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه. الأمي، من هو الأمي؟ من هو الأمي؟ قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال الأمي أنس، صحيح، الذي لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا، هذا أمي. أما لا يقرأ، هو يقرأ، لكن أنه لا يقرأ المكتوب، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، يقال أمي. قال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. ما أعظم هذا، انتبه، أن تترك قول الرسول لقول الناس، العكس هو الصحيح، اترك قول الناس لقول رسول الله. وما أحسن ما قال بعضهم: دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سنسأل في قبورنا عن أحد من البشر إلا
عن نبينا ما ربك وما دينك ومن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احتكموا إلى شرعه واتبعوا قوله وصدقوا خبره وعظموه حق التعظيم، أي الذي أراده الله جل وعلا منا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير والتوقير للنبي، التعزير بمعنى المنع أن يصل إليه أعداؤه إليه، نمنع أعداءه أن يصلوا إليه، هذا هو التعزير المراد في هذه الآية. كقوله قال: قليلا ما تذكرون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. المسألة ليست بالكثرة، بعض الناس ينظر إلى الكثرة، انظر إلى هذه الآية: قليلا ما تذكرون تتعظون. قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إياك ثم إياك أن تتبع الكثرة، اتبع الحق. إبراهيم كان أمة، أي يقوم مقام أمة وهو وحده عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إلى هنا بارك الله فيك.